كمان مستر جوزيه جوميز اتكلم. هاي الصوره طبعا يا جماعه زي ما احنا شايفين، طبعا جمهور من غانا جه خصيصا لفندق اقامه اللاعبين علشان يتصوروا مع شيكابالا. والحقيقه ده عشق عدى الحدود، وعدى الحدود العربيه كمان ووصل للقاره الافريقيه، ودي حقيقه لازم يستحقها شيكابالا. والحقيقه شيكابالا من اللعيبه الاسطوريين لنادي الزمالك ولمنتخب مصر. كمان زي ما قلت لحضراتكم مستر جوزيه جوميز اتكلم عن غياب شيكابالا، وقال ان غيابه عن ماتش النهارده مؤثر بالنسبه لي، لانه لاعب طبعا كبير وقائد للفريق ومفيد اكيد لنادي الزمالك. قال كمان جوزيه جوميز عن ماتش دريمز النهارده انه هيكون ماتش قوي ومفتوح، والزمالك هيلعب للفوز واسعاد الجماهير، واكد ان الفريق عنده دوافع كبيره جدا النهارده، لان هدفنا في النهايه هو حصد اللقب الكونفدراليه ان شاء الله السنه دي. كلنا ثقه فيكم يا رجاله ان شاء الله للاعيبه نادي الزمالك، احنا ثقتنا فيكم ملهاش حدود. مش اول مره نكون في موقف يبان ان هو صعب، لكن رجاله الزمالك ولاعيب الزمالك قدها وقدود ان شاء الله، ورجاله الزمالك قادرين ان شاء الله باذن الله ان هم يسعدونا ويحققوا نتيجه باذن الله تصعد بينا للمباراه النهائيه ان شاء الله لكاس الكونفدراليه السنه دي. احنا اللي متاكدين منه انكم رجاله وعلى قدر كبير جدا من المسؤوليه، وواثقين ان احنا هنعدي النهارده ان شاء الله بيكم ونوصل باذن الله للنهائي مهما كانت الظروف، مهما كانت بقى نسبه الرطوبه، درجه الحراره، ومهما كانت كمان نتيجه الذهاب. كل الدعم وكل الثقه وكل المسانده ليكم، وان شاء الله باذن الله نبارك لكم ونصعد باذن الله للمباراه النهائيه النهارده بعد ساعتين من الان.